السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في ضيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للسابع والعشرين من شهر يوليو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت في أولى صفحاتها لهذا اليوم. الملك أيده الله يطمئن على صحة الشيخ صباح الأحمد في اتصال مع ولي العهد الكويتي. أمر ملكي بتعديل تسمية جهاز الأمن الوطني إلى جهاز المخابرات الوطني. تحركات نيابية واقتراحات جديدة لإيجاد حلول لصندوق التقاعد. ومع صحيفة البلاد والتي بيّنت جائزة سمو رئيس الوزراء للطبيب البحريني درع ومكافأة مالية، والاحتفال في الرابع من شهر نوفمبر المقبل. ومع صحيفة الوطن والتي عنونت التخطيط العمراني برئاسة ولي العهد تبحث تصنيف العقارات والمخطط الهيكلي. الأعلى للصحة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالعيد لتجنب ارتفاع حالات فيروس كورونا. ومع عناوين صحيفة الأيام والتي استهلت 100,000 دولار لجائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني. التربية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد نقابة التربويين. الثقافة تطلق صيف البحرين أقرب عن بعد. إلى أخبار صحافة مملكة البحرين، ومع الملف الأبرز لطيات هذا اليوم وهو الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، حيث نطالع من صحيفة الوطن أن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أكد على أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال عيد الأضحى المبارك، داعيا الجميع إلى الامتناع عن التجمعات العائلية خارج إطار المنزل الواحد. نقلت صحيفة الأيام أن وزيرة الصحة فائقة الصالح قامت بزيارة ميدانية إلى عدد من مراكز الفحص والعزل والعلاج، وذلك لتفقد مهام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة في ظل الجهود الوطنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا. هانت ولله الحمد عنوان مقال للكاتبة سوسن الشاعر في صحيفة الوطن، فإلى المقال. الشهران القادمان على المحك، فهناك انفتاح حذر قررته الدولة، سواء من منافذ السفر أو بعض الأنشطة، وهناك مناسبتان قادمتان ارتبطت التجمعات بهما بشكل كبير، فعيد الأضحى على الأبواب، ومن بعده سيأتي شهر محرم، وهما مناسبتان تعودنا طوال السنوات الماضية وفي الأحوال العادية على كثرة التجمعات فيهما. اليوم الخيار خيارنا، أما المرور من هذين الشهرين بسلام إذا امتنعنا عن التجمعات ووضعنا الأولويات أمام ناظرينا، أو أننا سنعود للمربع الأول فنزيد عدد الذين في العناية المركزة لا سمح الله، أو نبقي هذا العدد ويقل تدريجيا نتيجة التشافي بإذنه تعالى. الأعياد ستعود والحج سيعود والعمرة ستعود ومحرم سيعود، وأي مناسبة حرمنا منها هذه السنة ستعود الأعوام القادمة بإذن الله. وهان الصعب وسهل بفضل الله، ونجحنا باجتياز الأصعب، وما بقي إلا القليل، ألا نمنح طاقمنا الطبي مكافآته التي يستحقها بالتزامنا الشهرين القادمين. ومن صحيفة أخبار الخليج نطالع أن عدداً من المرضى والأهالي أشادوا بخدمة التطبيب عن بعد التي دشنتها وزارة الصحة، لافتين إلى أن الكوادر الصحية تقوم بالواجب من خلال خدمة التطبيب عن بعد بكل مهنية واقتدار.
تنفيذا للتوجيهات والمبادرة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر باعتماد يوم الطبيب البحريني في يوم الأربعاء من الأول لشهر نوفمبر من كل عام، وإطلاق جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة أكد أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تفضل بتخصيص 200,000 دولار لجائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني. هذا ونشر صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب محميد المحميد والذي جاء بعنوان جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني، فإلى المقال. ثقافة التكريم والتقدير والتشجيع والتحفيز والمنافسة من أجل خدمة الوطن منهجية رفيعة ومتميزة، لذلك يأتي التكريم المستحق للطبيب البحريني من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر كنوع بارز من ثقافة التكريم من خلال اعتماد يوم الطبيب البحريني في الأول من شهر نوفمبر من كل عام مع إطلاق جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني عبر تخصيص 200,000 دولار. هذا شعور لن يتمكن الإفصاح به والحديث عنه بكل واقعية ومشاعر حقيقية صادقة أكثر من العاملين في مجال الطب والصحة. الطبيب البحريني الذي يقف اليوم في الصف الأمامي في مواجهة فيروس كورونا، لذلك جاءت مبادرة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر تقديرا ودعما وتشجيعا للطبيب البحريني والطواقم الطبية والتمريضية والصحية والإدارية. إن الاستثمار في الصحة والإنسان والمستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة جميعها من القواعد الأساسية في منهجية العمل والقيادة الإدارية لدى سمو رئيس الوزراء الموقر، وفي نشر وتعزيز ثقافة التكريم والتقدير لكل المخلصين العاملين لخدمة الوطن الغالي. جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني أحد أبرز أشكال ثقافة التكريم والتقدير. نطالع من صحيفة الأيام أن رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أعلنت عن إطلاق النسخة 12 من مهرجان صيف البحرين، والذي من المقرر أن يقام خلال الفترة من 2 حتى 31 من شهر أغسطس القادم تحت شعار أقرب عن بعد، إذ ستنتقل خيمة نخول هذه المرة إلى الفضاء الإلكتروني. نقرأ من صحيفة الوطن أن الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ العاصمة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان معا وجه خلال الاجتماع الخامس للجنة إلى تطوير الدراسات الوصفية لبرنامج معا وبحث آليات جديدة لتنفيذ الدراسات بالتعاون مع جامعة البحرين. نشرت صحيفة الوطن أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أكد عن تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لتعزيز مكانة مملكة البحرين السياحية واستقطاب أكبر عدد من الزوار، كتطوير الشواطئ ومشروع مركز المعارض والمؤتمرات الجديد بالصخير إلى جانب إنشاء متنزه بحري تحت الماء. بيّن صحيفة الأيام أن رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض حمزة أعلن أن الجامعة تسعى لتطوير جميع معاملات الجامعة المالية والإجراءات الإدارية وطرحها إلكترونيا، وذلك ضمن خطط الجامعة للتحول الرقمي الشامل الذي باشرت به الجامعة منذ عام 2016. بيّن صحيفة الأيام أن رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد العوهلي قال بأن تنفيذ مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية يسير حسب البرنامج الزمني للمشروع، بحيث تنتهي أعمال البناء بنهاية شهر ديسمبر من العام 2021.
نشرت صحيفة الوطن أن شركة ألومنيوم البحرين ألبا أعلنت أن إجمالي الربح لأشهر النصف الأول من عام 2020 بلغ 55.2 مليون دينار مقابل 16.2 مليون دينار في العام 2019. وبقلم فوزية رشيد نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان زمان الذي فارقنا، فإلى المقال. جاء رحيله مفاجئا بل وصادما، خاصة للأصدقاء الذين أحبوه وأحبهم ومعجبيه الذين عايشوا صوته وتميز أغانيه. انقطعت أخباره ولم يكن أحد حتى أصدقائه القدامى يعرف بمرضه، ليأتي الخبر المباغت أن الفنان سلمان زمان فارق الحياة بعد صراع مع المرض اللوكيميا. سلمان الإنسان الذي تزاوجت إنسانيته بفنه حفر بصمته في قلب الوطن، وكم كان رائعا وجميلا كقلب طفل، وكم هو مؤلم صمت القبور ورحيل الأعزاء. وها هو برحيله يعيد إلينا الجزء الذي فقدناه، ويعلمنا أن لا شيء يرحل برحيل الجسد، فالذاكرة تحتل كل المسافات والمساحات الفاصلة بين الجسد ودنيا الروح، ولتستعيد متى ما شاءت الكلمات والألحان وزخم المشاعر. رحمة الله عليه. وكالعادة مشاهدينا إلى الجولة الأخيرة التي ستكون مع فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.